البلد دي بإذن الله تبقى شايف إنها طالعة. قية مصر لا مساس بيها، والمساس بيها خط أحمر. عرفت مكان الغاز بتاعك فين؟ مكان البترول بتاعك فين؟ مكان الذهب بتاعك فين؟ مصر هتبقى فوضى تاني 2020. لن يحدث تصعيد الأسعار للسلع الأساسية ومطالب الناس مهما حصل، مش هيحصل حاجة للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل. لو أنت هايس قوي كنت لايس لاو. أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس. تعالى يلا نشوف الهجايس. لو أنت هايس قوي عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين ممكن يضيعهم، ده ما نقعدش في مكاننا. الدولار بيزيد فالحاجة بتزيد بتغلى. النهارده ما أعرفش حضراتكم عارفين ولا مش عارفين، الدولار زاد تاني. هل الأسعار ماشية على ما يرام؟ الإجابة لا. كلمة 20 جنيه مش هتحصل، مش واليوتيوب لا ينسى. تعالى يلا الفلوس. حاضر يا فندم. اهم حاجه في الدنيا معاك هتقدر تعمل وتاكل وتشرب وتبني، ما معكش سيبها كده. وتحولت لك الفلوس خلاص، لازم ناخد هبره. اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. الناس دي عايشه باقوا النصايص، الناس دي عايشه باقوا النصايص، تنام وتصحى على الهجايص. لو انت هايص قوي كنت لايص، لو انت هايص قوي كنت لايص. تعالى يلا انا بقول للمصريين على حاجه انتوا تعودتوا معايا عليها، بحاول اكون صادق وامين معاكم في كل كلمه اقولها. صباح الفل يا عم ابو ضيف. اهلا 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 لفياري. تعالى عندك حد ولا ساب ولا اتنين؟ منين؟ هو في حد بيزورني غيرك؟ يا اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه. لا كنا عارفين. يا مش مكسوف انت بتقول عارف الحكايه؟ وانكسف من ايه؟ انا تاريخي يشهد لي. تاريخك يشهد لك؟ حلوه تاريخك دي، الدوله البيزنطيه. الطغاة في الوطن العربي استغلوا الديانات زي المسيحية والإسلام في تنويم الشعوب. سر نجاح أي ساحر أساسه حاجتين، ثقته في نفسه وقوة اعتقاد الناس فيه. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. لسه الحضارة الفرعونية لم تكشف عن أسرارها بعد. لو كان البنى تنمية تقدم ثمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش. اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن. وفي تحمل الجوع، طب ما تقول للي بيحكم قول له جوع شوية. بستغرب على الحياة وعلى الناس. وللأسف الأسوأ لسه ما جاش. ماله حال الناس؟ هو زي الفل اهو. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. حاجة زي الفل. أنت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك ولا إيه؟ عشان صندوق النقد دايس على رقبة السيسي وحكومته وعايزهم يدهسوا المواطن أكتر وأكتر. والله 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 الدنيا زي الفل. أما ده زي الفل، أمال الزفت والقطران يبقوا إيه؟ الناس أضرب حالها يا ماهر. انت بس اللي بتبصلهم بعينيك مش بعينيهم هم. انا عايز اقول اصطبحنا وصبح الملك لله. اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي من غير تفسير كتير ووضح كتير، كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر. برافو عليك. كله كان بيقول ان مفيش فرصة نجاح. عرفت تخدعني وانا عمري ما اتخدعت. وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، هنعبر كل تحدي قدام مننا. عرفت تجرحني وانا عمري ما انجرحت. ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى الى كل اللي احنا بنتمنى مع بعضنا. ده الحبايب كلهم متجمعين على شكله عيد ميلاد يا معلم. عيد ميلاد جرح يا قلب. مفيش حاجة باسمي، ده باسم مصر. لا يا حبيبي انا ما اعرفش الكلام دوت، المشروع ده كله بتاعنا. وتحولت لك الفلوس خلاص؟ وفين محافظ البنك المركزي؟ اول مره اشوفك بتضحك. المشروع ده بنيناه بالدموع والعرق والدم. انتوا مش عارفين يعني ايه دوله. يعني باختصار لو عايز تمشيني اديني حقي ومشيني. انا ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل، اللي يقدر على ربنا يتفضل. ها اللي يقدر على ربنا يتفضل. ها انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما اعرفكوش ولا اعرف حاجه عن المشروع ده. هو انت عارف ان انت عليك في ظرف سنه قرب من 37 38 مليار دولار التزامات لازم تدفعها.
مش بنيته بالعرق والدموع. لا انا كنت بتفرج على مسلسل الشهد والدموع. انت هات مخك زنخ، انا مش قايلك وديني للدكتور تجيبني البدروم. يلا اتكرموا على مصر فوق خيالكم. وانت بتشوه سمعة مصر. مصر دي امي. انزل يا وتوزيع. واللي يمس سمعة امه اقطع لسان امه. انت مش قاعد في الهوا. هلا افضل. وارجوكوا انسوا صفقة راس الحج. يعني كل واحد يقول لك ايه وفلوس راس، انسى الموضوع ده خالص. لا هتاكل نسبتي وحقي. لازم ناخد هبرة. لا طلعت حوت من ختان الفساد. يلا بقى تاكلوا قوت الغلابة. بس خالص انساه. بتحط بطنك وتنام على المخدة ازاي بالليل يا اخي؟ انسى يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. الدولار بقى يا باشا هيجرى له ايه؟ تحس كده ان احنا قاعدين في حتة فيها اقراش. والله تحس ان اسماك القرش كده بتعدي من جنبك يمين وشمال. لازم ناخد هبره. اسمع بس تحس ان اسماك القرش كده بتعدي من جنبك يمين وشمال. خلي بالك انت عارف عن ايه صندوق انا اشرف عليه. افتح ربنا يفتح عليك يا مولانا ويرجع الخير على ايديك من تاني. عارفين يعني ايه ان انا اقول الصندوق ده انا بشرف عليه؟ انما بالعافيه يا استاذ، حضرتك تعرف تسلك في الشغلانه دي. اسلك ونص. قلت لهم انا عملتها خلاص ونتعب كلنا. تحب اسخطك قرد؟ لا الطيب احسن. يا ترى احنا هنعمل ايه في اللي احنا بنتكلم عنه النهارده بنحتفل بيه؟ انا بقى هفتح الودع وارتصي الجدع واعمل حجاب مسحور. حجاب مسحور. لازم ناخد هبره. لو شافوا القمر ما يدور. يا عيني. نحطها في الصندوق. لا على الهوا كده عشان تبقى خلاص. اي زبون يسال على اسباخ انا موجود يا حراميه. اهو كده الشغل يا مولانا. يا جماعه قبل ما نفكر في كل الحاجات دي وبتاع خلينا بس الست تيجي ونتكلم معاها. هينضم لنا دلوقتي وفد من منظمه حقوق النسوان الاوروبيه. كامن فولو مي. راح فين يا عم؟ اوعى ايدك. ايه تعالى خليك في حالك يا عم. كامن هناك الكثير مما يجب ان نفعله. العالم يتغير بسرعه مطرده. طب اتطلع على الله. وذلك يتطلب منكم ومنا مرونه وقدره على التكيف. اللي بتقول عليه الست ده مرونه وقدره على التكيف. ما تقولوا لنا حاجه يا جدعان. الاهم شرط فيها هو تعويم الجنين المرة الخامسة. أخيرا هنبوس الواوا. صندوق النقد يكشر العربي الجديد، يكشر عن أنابه لمصر والحكومة في مأزق. مش الحكومة، السيسي. اخرجوا من الأزقة والحارات واتبعوا الكبت. اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل أحسن. فهلموا إلى الانبساط. عايزين نراجع الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات اللي بقت موجودة بما لا يحمل المواطن المصري أي مزيد من الأعباء الإضافية في خلال الفترة القادمة. يا سلام دي الأخلاق حلوة دي. يعني أنت بتترجى الصندوق يأجل مش يوقف، لا يأجل تعويم الجنيه، يأجل رفع الدعم بالكامل عن كل حاجة. سيادة الرئيس النهاردة حط إيده على وجع الشعب المصري. وأنا مش قايل محدش يقطعه. وبعدين أنت كشف ولا استشارة يا مشمش؟ قال إيه؟ عشان المواطن يعني. يا راجل علي أنا الكلام ده؟ اللي يصعب عليه بصحيح إن الناس نفسها مش صعبان عليها نفسها. إذا تروح تقول الكلام ده لأي حد تقوله اللي جنب بتوعك، تقول المغيبين من المصريين اللي لسه عندهم يعني حبة غباوة ومؤمنين بأنك أنتوا بتشتغلوا لصالحهم. على قولك الناس بتنام وبتشخر عادي ولا كأن في أي حاجة. فلينتقد الرئيس سيبوه ينتقد الرئيس يا جماعة، سيبوه مالكوا وماله. استاذ محمود بص انا عايزك تعمل تمويه. ايه قضيتي انا في واحد انتقد الرئيس؟ وتطمن اهل اسكندريه الكرام كلهم ممس راجع. انما واحد انتقد الرئيس قال التصرف ده ما ينفعش نعمل كذا، نشوف واحد قال كذا، واحد قال كذا، كان يجب نعمل كذا. هي دي الحياه. ايه يا اخوانا عايزين ترجعوا لفين؟ راجع اقوى مما كان بعد ما حياتي على جميع الجراثيم. كله يطلع فصل. وانا مش عارف الاسعار عامله ازاي. اي على البحر كان ناس كتار تحت الشماسي مضورين. لكن انتم شعب عظيم جدا، كل التحيه والتقدير ليكم. عشان احنا شعب بيحب ياكل على قفاه.
طبعا اذنك بقى عشان اروح ازحلق على الزعليقه بعد ما اتمرجحت على المرجحه. تاني بقولها بكررها، حط ايده على وجع الشعب المصري. يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيب مشروع مع الصندوق ولا مع البنك ولا مع الاتحاد الاوروبي، مشروع وطني 100%. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. موضوع اسعار بقى المحروقات واسعار كذا والناس والضغط، الرئيس واعي للامر جيدا اكتر من اي حد. موضوع الازمه الاقتصاديه ومسار الاصلاح الاقتصادي. ده انتوا بدل على بالونات. خلاص يا جلج البيت، بدل على بالونات نسيوا نفسهم. تمام يا جلج البيت. انت مين؟ برق لي كمان. الكوره بتاعت راس الحكمه اللي اترمت ديت في السوق نزلت الدولار. نعم، منظومه الفساد. حضرتكوا عارفين موقفي انا من البيع. بيع يا عم، منظومه الفساد. فوق يا مصريين تاني، وما نسمعش الناس دي. الناس دي يا جماعة بوم بينعق. انت الثوراجي قالة؟ الناس دي غربان غرابيب سود. انت جيفارا قالة؟ الناس دي جايين عايزين يخربوا البلد يوقعوها. انت مشعل فتيل الثورة وهم يعوموا على عوم. المعارضة اللي عندها برنامج اللي يطلع يتكلم يقول والله احنا عايزين نعمل كذا كذا، لكن واحد يقول لك لا انا مش عايز حكم عسكر. عسكر في عينك. طب علمني انت هتقدر تعمل ايه لمصر؟ انت بتشتغل على مصر مش لمصر. قول لي طريقه الشغل ازاي لما مش هي دي طريقه الشغل. واحد يقول لك انا مش عايز، كفايه بقى البلد فاشل، النظام الفاشل 10 سنين كفايه. 10 مين قال 10 سنين؟ انت مين؟ قدرنا نصنع عرايس ماريونات تلب فيهم الروح ويهاجمونا. انت مين عشان تقول 10 سنين كفايه؟ خلاص عامل موظف يا الصندوق والبنك الدولي. في دول كتير جدا ما بتحبش تروح لهم. انت سارق حاجه؟ سارق؟ انا مو حرامي يا اسكوبار. ماله الحرامي؟ انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس. راجل شقيان وشغلانته محفوفه بالمخاطر، ربنا يكون في عونه. كلام سياده الرئيس النهارده معناها ايه؟ ان الصندوق كان سببا للمشاكل اللي فيها الناس النهارده. انت صايع بقى. عندنا بنك التنميه البريكس، وسيادة الرئيس مسافر يعني هيشارك في قمة البريكس بعد بكرة. اتكل انت على الله، الحق البنك. العداد بيعد. يلا يلا حبيبي، يلا مع السلامة. الضغوط اللي بيتعرض لها الشعب المصري، شكوى الناس يا حلاوة أمك، وبالتالي كل ده ضغط على الناس والناس متحملة. يا حلاوة أمك واستخواتها. ما هي على فكرة الناس بتحب البلد. انت بتشتغل في النشرة، هتبقى في الارصاد هاي. ليه؟ الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. شوف انا اذا غلى علي شيء تركته فيكون ارخص ما يكون مهما غلى. البرنامج الحالي اللي احنا شغالين فيه، وده مهم، ودي رساله بقولها لينا ولمؤسسات الدوليه المعنيه بهذا الامر، الصندوق والبنك الدولي. الله يخرب عقلك، ده انت طلعت بلوه. ربنا ما ينساش حد. ولسه لسه ايه؟ لسه اللعبه يا حلاوه. وكل المؤسسات ان احنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف اقليميه ودوليه وعالميه شديده الصعوبه. ومقام سيدي الكتانوني لا العب بالبيضه والحجر. هتدجل؟ ومين ما بيدجلش؟ فجي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركه. الدجل هو اللعب الذكي بامال ورغبات الناس. وبعدين هو لو عاوم الجنين مره الخمسه دي هتبقى مشكله على الحراميه برضه، لان التضخم هيزيد. الله، أقل من شهر داخل للبلد حوالي 58 مليار دولار. حلوة قوي. لازم ناخد هبرة. شوفوا الأسعار. افتح التابلوه، في مفاجأة في انتظارك. لازم افتح. زادت قد إيه؟ وبالتالي كل ده ضغط على الناس والناس متحملة. هتلاقي ظرف. افتح الظرف. خلاص بقى في البيت بقى. لا دلوقتي، عايز أشوف الفرحة في عينك. لازم تحرجني. يعني الغلة اللي هيكسبها برضه هتبقى قليله، لانه في الاخر الجنيه ملوش قيمه. دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك. قابل بقى وقعد فوق عشان تعرف ان الواقع مختلف واللي جاي اسوأ. النهارده الدولار عدى 49. احيه يا ابو سوسو، احيه. اهو الشرق بلومبرج مش محمد ناصر. الدولار يتجاوز 49 جنيه في تعامل. ده لسه معومش، ده لسه موضوع التعويم. المصريين عندهم احساس ان ممكن يبقى في تعويم كل شهرين ثلاثه يعني، ف اما نشوف ايه اللي هيحصل.
استكملوا المسيرة يا حضرات، الكلاب تنبح والقافلة تسير، وإذا سقط منكم لهفوري فكلكم لهفوري. الله، حاجة تضحك.